عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. الحديث يا جماعة من أصح الأحاديث، لأنه قد رواه البخاري ومسلم، وهو الذي يقال عنه الحديث المتفق عليه، لأنه رواه البخاري ومسلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عن الجميع. فمعاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، رغم إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا قال: لا أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طوال معاذ بن جبل قال: الله ورسوله أعلم، مع أنه هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، لكن لما سألوه عن حاجة في الدين هو ما عارفه قال: الله ورسوله أعلم. الليلة ناس كتار ببرطعوا في الدين وبيفتوا في الدين بمزاجهم وبراسهم، وده من أعظم الخطر ومن أكبر المعاصي والمنكرات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأي إنسان يفتي في الإسلام وفي الدين بالجهل وحاجة ما عارفه في الدين يقول بعرفه ودار ينظر في الدين، دي جريمة من أكبر الجرائم. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: القول على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله، أكبر من الشرك بالله. عشان كده معاذ بن جبل لما سألوه قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، ما عارف. قال: ونتعلم الحتة دي جماعة في الدين، إذا سألوك عن حاجة تقول: الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. ما بيجوز تفتي في الدين في حاجة أنت ما عارفها أصلا، ولا يجوز في الدين تقول: والله يا أخي أفتكر إنه المسألة دي كده وأرى إنه كده. أول واحد قال أرى وأفتكر، ناس أرى فيما أعلم أنا، هو ذو الخويصر التميمي زعيم الخوارج، زعيم التكفيرين. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقسم ذهب، جاءوا من اليم من البحرين، فداخل جاء داخل ذو الخويصرة، ذو المكشر وعنده علامة صلاة كبيرة
وعنده دقن كبيرة، مع انه دي كلها علامات محمودة وهي من السنة، اللحية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان دول مجرم مبتدع ضال. قال يا محمد، لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم في الذهب قال يا محمد لئن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. ده أول واحد قال أرى وأفتكر وأعتقد، عرفتها؟ قال فإني لم أرك تعدل. فقام خالد أو عمر قال دعني يا رسول الله لأضرب عنقه، قال دعه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع إنه ده ما من الصحابة، لكن لو قتله هما من الصحابة يمكن بعض الناس زي المنافقين زي اليهود وزي غيرهم يقولوا إن محمد قتل شنو؟ قتل أصحابه، مع إنه ده ما من الصحابة. قال يخرج من ضيضي هذا أقوام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بيقتلوا الموحدين وبيخلوا أهل الشرك وعباد الأوثان وعباد القبور. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني بيقرأوا القرآن وما بيخش في قلوبهم، تلقى قراي للقرآن قراية عجيبة، ولو صلى بيك لما تبكي ذاته. والكلام ده حاصل الليلة، جماعة يقول لك ماشيين نصلي في الجريف، واحد تكفيري هناك، عرفتها؟ ماشيين نعتكف في رمضان عنده عجوة كربة، ويصلي بالجماعة ويبكي الجماعة، وهو أكبر خارجي وأكبر تكفيري من التكفيرين، لكن قراي للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالكلام ده، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم. الشاهد في الموضوع إنه الدين ما تفتي فيه براسك، ولا تقول أرى إنه المسألة دي حلال أو أعتقد إنه المسألة دي حرام. عندك دليل عارف الحكم الشرعي اتكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما عارف قول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، كله جائز. لكن احنا ابتلينا في البلد دي بناس نصابين، والمصيبة الأكبر إنه سلطت لهم وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المرئية تلفزيون والقنوات الفضائية والمسموعة والمقروءة والإنترنت وغيرها، سلطت لهؤلاء المجارمة. واحد تلقى عمته قدر الضربة يجيبوه يسأله أبويا الشيخ ما رأيك في المولد؟ والله المولد يعني ما فوق حاجة. منو قال لك ما فوق حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد وأرسل ونبي هو ذاته صاحب المسألة ذاته عليه الصلاة والسلام. هل عمل مولد ونوبته كانت قدر شنو؟ أنا دار أعرف النوبة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام كانت قدر شنو؟ هسا ما ديل بيدقوا بالنوبة الليل والنهار، إذا سألتهم يقول لك والله حبا في المصطفى. طيب المصطفى ذاته، النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، هل كان عنده نوبة يا ناس؟ ما كان عنده نوبة. عشان كده قالوا واحد صوفي مدح شغال شنو مدح؟ من فتة لفتة ومن زريبة لزريبة ومن تكية لتكية. المهم فعمل مناظرة مع واحد من دعاة التوحيد زمان في النوبة، حلال ولا حرام؟ فداعية التوحيد قال له نوبتك دي ما لما قدر نوبة الرسول صلى الله عليه وسلم. المداح اتلفت قال له لكن الرسول ما كان عنده نوبة. قال له المناظرة انتهت. طالما ما كان عنده نوبة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الشغل ده باطل. ليه؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى الحديث شنو؟ يعني أي زول بيجيب له حاجة ويدخلها في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا أقرها قال دي الرد. ومعنى رد يعني باطلة ومردود على صاحبه وغير مقبولة. حديث واضح، من أحدث في أمرنا، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي بيعمل له حاجة ما عمل الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دي باطلة والله ما بيقبلها ومردودة. يعني الليلة المولد ده باطل والله ما بيقبله لأنه الرسول ما سواه. قالوا لا لا والله عندنا حديث نبوي صحيح. شنو؟ قالوا بيدل على جواز المولد وإن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل. شنو؟ قالوا الرسول صام يوم الاثنين وصام يوم شنو؟ الخميس. لما سألوه عن صيام الاثنين والخميس قال أما صيام يوم الاثنين ده يوم ولدوني فيه والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله. قالوا إذا الرسول احتفل، احتفل بشنو؟ سوى شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صام، صام يوم الاثنين وياتوا اثنين، الاثنين بتاع الربيع الأول ده بس مرة في السنة اثنين واحد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام صام كله اثنين لحد ما مات. مش يوم الاثنين ده بيجي في كل أسبوع، كان بيصوم أي اثنين في كل أسبوع وبيصوم أي خميس في كل أسبوع. يعني بالشهر بيصوم 8 مرات، اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس، أو 9 مرات. وأضربها بعد ذاك في السنة ما اثنين واحدة بس يوم 12 ربيع أول ذات، وأنت ما ولد يوم 12 ربيع أول. لكن لو فرضنا ما كان بيصوم اثنين واحدة بس، الاثنينات كلها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين، وديل بيرقصوا يوم الاثنين وياكلوا الفتة ما بصوموا. في علاقة بين الكلام ده والكلام ده؟ يا ناس في علاقة بين الكلام ده والكلام ده؟ واحد يقول لك الرسول احتفل سوى شنو؟ يقول لك صام. انت صايم؟ يقول لك لا انا دريش طابع للطريقة المكاشفية ماشيين نقل الفتة في خيمة المكاشفية. هل ده الرسول سواه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل يوم الاثنين ولا بيصوم؟ كان بيصوم. فلو كانوا النازل بيصوموا كل اثنين وبيصوموا كل خميس من كل اسبوع ما كان سألناهم في موضوع الصيام ده، ما كان سألناهم. فيبقى ده الناس مجارمه وناس كذابين، يقول لك يا اخي الرسول احتفل، احتفل سوى نوبه، يقول لك لا لا صام. طيب انت ما صوم؟ ما صوم؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الخيم دي فيها كم طريقه؟ امشي اي مولد احسب الخيم في المولد ده كم خيمه؟ خيم كثيره يا اخي وطرق كثيره. وين حقت النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا طريقه من الطرق دي كده، انت شغل عقلك بالراحه. اكيد ده ما حق ربنا. ليه؟ لانه ربنا قال وان هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل اللي بيودي لله واللي بيدخل الجنة واحد. المولد الليلة فيه كم سبيل، فيه كم خيمة، فيه كم طريقة؟ هي الطريقة الواحدة. أولاد الشيخ مع أعمام الشيخ بعد ما الشيخ يموت بيشاكلوا بتاع عنام درمان، ما شاكلوا لما الأبو مات الخليفة الكبير سل السيوف. أخو الخليفة داير الخلافة لأنه الخلافة فيها نقاطة، ونقاطة انت قايلها بالملاليم زي السوكنة جنيه وجنيهين وعشرة جنيه، ديك بيلبعوا بالمليارات. عشان كده طلعوا السيوف برا طوالي. عم الولد قال أنا الخليفة ذاته جوا عينك قال له، والولد ولد أبوك الشيخ قال لا أنا الخليفة، والحيران اتضاربوا بالسيوف ما فرقت بيناتهم إلا الحكومة.
طيب يا توصى حسن دي طريقة. السمانية برا قريب 6 طرق أو 7 أو 9 طرق. القادرية برا قريب 10 طرق. أبناء كدباس وأبناء مين الجعلي وأبناء مين وقادرية مكاشفية وقادرية صادقاب وقادرية بعدراب. يا تو حق الرسول واحد فيه حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها ناس ما يغشوك ساكت. وأسوأ من ده أسوأ من إنه المولد بدعة الشرك الحاصل في المولد كونه بدعة المولد ده. قال العلماء زمان قبل ما يلدونا قالوا الإمام ابن الحاج وهو محمد ابن محمد ابن محمد العبدري الفارسي ده يتوفى تقريبا سنة 737 هجرية يعني قبل 800 سنة من الليلة أو أقل شوية قبل 800 سنة من الليلة. ده لا تابع للطريقة الفلانية ولا تابع لمحمد ابن عبد الوهاب ده قديم جدا اتوفى. ألف كتاب اسمه المدخل وكتاب المدخل ده ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة أثنى على هذا الكتاب وأثنى على صاحب الكتاب. وابن حجر العسقلاني شافعي وابن الحاج صاحب كتاب المدخل من أعظم وأكبر أئمة مذهب المالكية. والسودانيين بيقولوا إحنا مالكية. في الجزء رقم 2 الصفحة رقم 3 وإنت ماشي لقدام قال ومن جملتي أسمع كلام المالكية في المولد ده كلام المالكية. قال ومن جملتي ما أحدثوه من البدع المنكرة ما يسمى باحتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ها قلنا نحن ده برضو كلام وهابية ده كلام المالكية. قال ومن جملتي قال فصل في المولد ومن جملة ما أحدثوه من البدع المنكرة قال ما يسمى باحتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المولد بدعة منكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإمام تاج الدين الفكاني المالكي في كتابه رسالة صغيرة اسم المورد في حكم المولد قال المولد بدعة وليس له أصل في الدين. وانت عارف ده الكلام بنكره يا تمولد يا تمولد ماذا ما حقنا ده في بنجو وفي بنات عريانات جوا وبنات لابسات بناطلين وأولاد شماشة دار يقابلوا البنات واحد يوعد البيت يقول لها نتقابل وين يقول لها في القفلة تحت المولد اتقابلوا جوا هناك. ما كان زي ده. المولد الأنكر المالكية ابن الحاج قال فإنه إذا خلى من جميع المنكرات والموسيقى والطار يا هو زي الشغل ده ده ما منكر عندهم. إذا خلى قال من المنكرات دي والطار والنوبة عرفت كلامي والاختلاط ما في ويشي قال وصنع أحد من المسلمين طعاما في بيتي طعام ودعا الناس وكانت نيته الاحتفال بالمولد قال كان ذلك بدعة منكرة لأنه لم يرد ذلك عن السلف الماضين. ما في واحد من السلف ولا من الصحابة سوى الكلام ده المولد. السيدة عائشة رضي الله عنها اتوفت سنة 57 هجرية يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفى في المدينة. السيدة عائشة عاشت بعد الرسول تاني 44 سنة ما عملت ولا مولد واحد. تعرف الطريقة بتاعت السيدة عائشة كان اسمها شنو؟ البادراب. طريقة السيدة عائشة كان اسمها التجانية تجانية تربية وغير تربية كان اسمها كده 44 سنة. وهل الجماعة اللي بيحتفلوا بالمولد ديل الصوفية هل هم أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة؟ ده سؤال مطروح. الجماعة اللي بيجون في التلفزيون واحد تلقاه لابس بطانية كلها صوف خدتها في رقبته وجاي الخليفة فلان أها ما رأيك في المولد؟ والله المولد طبعا يجسد محبة المصطفى. طيب أنت بتحب المصطفى أكثر ولا السيدة عائشة زوجته؟ عائشة أم المؤمنين
لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وقيل له من أحب الناس إليك يا رسول الله، أكثر بشر بتحبه في الوطن منه يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قيل ثم من؟ قال ثم عمر. يعني أحب بشر لقلب النبي عليه الصلاة والسلام هنا يا جماعة السيدة عائشة. رغم ذا عاشت بعد ما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم عاشت ثاني 44 سنة تقريبا، ما عملت ولا مولد واحد. يجي صوفي يقدر يقول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب عائشة للرسول؟ ما هو المولد لو كان حب للنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى زول عمله منه يا جماعة سيدة عائشة. كان جابوا نوبة ولموا الصحابة عرفته وعملوا حلاوة مولد وعملوا عروسة مولد لو كان ده حب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى لو كان ده حب أو كان خير كان أول الناس يسبغون للخير ده كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفعلوه علمنا أنه ليس بخير. وما هي حاجة أنت بتشوفها في ظاهرة خير معناته خير. الدين ما بيجوز تزيد فيه ولا حرف ولا حرف واحد. ففي صحيح البخاري قال أخذ، قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لي إذا أتيت مضجعك درتنوم بالليل فتوضأ وضوءك للصلاة. أنا دار أوريك بالحديث ده انتبه له كويس، فتح لعيونك كويس، إنه الدين ده ما يجوز تزيد ولا حرف ولا كلمة. حتى لو شفت أنت زيادة خير الله ما قالها، الرسول ما قالها، دي زيادة باطلة الله ما بيقبلها. أسمع الحديث ده عشان تعرف الموضوع ده، ده من أعظم الأحاديث في هذه المسألة. قال فقال لي يا البراء إذا أتيت مضجعك در تنوم توضأ وضوءك للصلاة. لمن السنة يا جماعة زول داري نوم يتوضأ، لأنه في ناس بيشكوا يقول لك أنا بنوم بالليل وبيجينا أبو الكباس، الناس بيقولوا كده ما بعرفوا وشنو، وبيجيني كوابيس بالليل، لأنه مرات الزول ينوم ساكت يجي طاير باب يقع في السرير، وده ما صح. السنة إنك تتوضأ إذا درت نوم زي الوضوء بتاع الصلاة. قال ثم اضجع على شقك الأيمن، أرقد على جنب شنو؟ اليمين. ودي من السنن وفيها فوائد صحية. قال ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك وبنبيك الذي أرسلت. قال فإنك إن قلتها ومت من ليلتك مت على الفطرة، تمشي الجنة لأنه متموت على فطرة الإسلام. وإن أصبحت، ما مت، أصبحت تمام، وإن أصبحت أصبت أجرا وجعلهن آخر ما تقول. من أذكار النوم ده آخر حاجة، وبعدها ما تتكلم تاني نوم طوالي. المهم قال فقلت أستذكرهن، يعني أسمي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصححني لو غلطت. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى أن قال آمنت بكتابك الذي أنزلته وبرسولك الذي أرسلته. غير شنو يا جماعة؟ غير نبيك عمل شنو؟ رسولك. والليلة هنا يقول لك والله دي ما زيادة خير، ما في حاجة. النبي قال له قول نبيك، وقال رسولك، نسى نسى ما قصر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قل كما علمتك وبنبيك الذي أرسلت. ده الدين كده. ليه؟ لأنه الدين ده كامل. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، كامل. لأنه الزول اللي بيجيب زيادة في الدين ده معناته قال الدين ده ما كامل، أو يكون جاهل أصلا. طيب ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا في شبهة بيجيبوها جماعة دين،
بقول لك يا مولانا دي ما بدعة حسنة، دي بدعة صح هاي؟ لا صح، الرسول ما سواها المولد، لكن هي بدعة حسنة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من رواية جابر وعند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. يجي واحد يقول: لا يا رسول الله، أنا أفهم منك ما كل بدعة ضلالة، في بدعة لكن ما ضلالة، بدعة حسنة. جابونا سلمولي الكلام ده بيستقيم؟ ما بيستقيم، لأن الرسول قال أي بدعة ضلالة. ما يجوز لزول تاني يقول في بدعة وما ضلالة تسمى بدعة حسنة، ده كلام باطل، لأنه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيما رواه ابن بطة في كتاب الإبانة وصحه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا خان الرسالة. قال: لأن الله تعالى يقول، تكلم الإمام مالك قال ما في حاجة اسمها بدعة حسنة، والبيقول في بدعة حسنة ده بيقول كأنما بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. طيب الليلة دي بدعة المولد، لكن الشيء الحاصل جوا المولد أخطر من حكم المولد ذاته بدعة ولا ما بدعة. الشيء الحاصل جوا الخيم بتاعت الطرق دي ده أخطر من بدعية المولد، لأنه الحاصل جوا الخيم دي الشرك بالله، شرك عديل. وربنا قال إن الشرك لظلم عظيم، وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله قال الشرك أنا ما بغفر، ويغفر ما دون ذلك، أي حاجة عملتها غير الشرك بالله ربنا ممكن يغفر لك، إلا الشرك إذا مات الإنسان عليه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشيء الحاصل جوا الخيم دي الشرك، ابتداء من المولد البقروزات، المولد البقروزات شرك. عندك كتاب النور البراق في مدح النبي المصطاق، تأليف قال سيدنا ومولانا محمد عثمان المرغني الملقب بالختم، ومولد النور البراق ده ما بيقروا الختمية براهم، في طرق كثيرة بيتجاسوا منه، لأنه في طرق شفافة ساكت ما عندهم مولد ذاته ألفوه، في البدعة، في البدعة بولدة وما قدروا يألفوا لهم بدعة زي باقي المبتدع. شفت كيف؟ فبيجاسوا المولد ده من عمك ده، طرق كثيرة بيقروا نفس المولد ده. المولد ده فيه شنو بتاع النور البراق؟ النور البراق معروف، بيقولوا الجماعة دي لو مات لهم زول يقول لك دقيقة ما تنزلوا القبر، أوه مفخمة عطرا مرقمة، يقعد وزول قاعد يدخلوا القبر، ده النور البراق، لأنه بيعتقدوا إنه اللي بيقروا عليه النور البراق ده بيمشي الجنة. النور البراق ده فيه شنو جوا؟ ده المولد اللي بيقروا فيه شنو جوا؟ في الصفحة 125 قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده في الصفحة كم؟ 125. شيخهم قال: أنا الجليس على العرش. وعلى العرش منو؟ على العرش هو الله. ربنا قال: الرحمن على العرش استوى، ونحن بنقول
الرحمن على العرش استوى ما جليس، قال أنا لعلى العرش ما الله، وربنا قال هو لعلى العرش، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، ده الشيخهم قال ده أنا ما الله، أنا لعلى العرش. وده والله يا جماعة الكلام ده إذا ما كفر وإلحاد، تاني ما في كفر ولا في إلحاد. سؤال يقول أنا على العرش، والجماعة يقروا مولد في المولد ويرقصوا، والنساوين ينططا والرجال ينططوا ويأكلوا الفتة ويتخارجوا، ده كفر نمرة واحد، كفر نمرة اثنين في نفس المولد وفي نفس البيت ده ذاته. قال كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، علم الغيب يا ناس ما يعلم إلا الله، لا شيخ طريقة. هو ده الكتاب، كتاب النور البراغة، هو ده، ودي الصفحة 125 اللي قلناها، هو ده الكتاب. طيب علم الغيب ما يعلم إلا الله، ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كانوا الصوفية بيعلموا الغيب، مصنع اليرموك ده انضرب ولا ما انضرب؟ انضرب ولا ما انضرب؟ انضرب من وين؟ لا احنا ما عارفين، مش يورونا انضرب من وين. المفروض لو هم بيعلموا الغيب بجد كان يورونا انه حينضرب قبل سنتين من ضربته او ثلاثة، قول لنا الشغل ده حينضرب، اعملوا حسابكم واعملوا الاحتياطات العسكرية اللازمة، صحيح ولا ما صحيح؟ مصنع شفا انضرب ولا ما انضرب؟ اها كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي، ده مشى وين؟ يا اخي ده كذب يا اخي. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله قال في السماء الملائكة ما بيعلموا الغيب، وفي الارض البشر والجن ومعاهم الشياطين منهم، شفت كيف؟ والصالحين والاولياء والبهائم، الله قال ناس الارض برضه ما بيعلموا الغيب، الغيب بيعلموا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ربنا تاني في القران، ربنا قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله قال الجن ما يعلموا الغيب، وقبيل قال الملائكة ما يعلموا الغيب، والبشر والأولياء والصالحين والرسل والأنبياء ما يعلموا الغيب. السيدة عائشة قالت حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. قالت السيدة عائشة فيما رواه البخاري في الصحيح، قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، لأنه يقول، يعني الرسول يقول لا يعلم الغيب إلا الله. اجي شيخ طريقة يقول علم الغيب، السيدة عائشة قالت لك الرسول ذاته ما علم الغيب، وده كلام القرآن. ربنا قال قل لا أملك لنفسي، قل يا رسول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا جماعة الرسول ما يعلم الغيب، الليلة شيخ طريقة يكون مولع له بخور، بخور ساكت، ولما لو نساويين ملقطات ويقول لهم أنا بعلم الغيب بفتح لكم الكتاب، بفتح تعلم يا تغيب الله يفتح راسك، ما بزول بيعلم الغيب إلا الله، يا كذاب يا محتال. يقول لك أنا بعلم الغيب أجر لك السبحة أو أرقد لك بالخيرة ترقد فيك حيطة، يا تغيب تعلم. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أنت تجي تقول تعلم الغيب؟ فيا ناس ما تتخدعوا بالدجل والشعوذة، فالشيء الحاصل في المولد شرك عديل، خلي الصعلقة وخلي قلة الأدب وخلي ملاقات الأولاد الصعاليق بالبنات الصعلقات، ده كله خليه جنبه، كفر عديل وشرك في المدايح اللي بيقولوا الجماعة ديل في الخيم بتاعتهم دي، وبعد ده يكذب ويقول لك ده حبا في المصطفى، ده شغل بتاع ابليس، ما عنده علاقه بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا عنده علاقه برب العزه والجلال، ده شغل ابليس، شغل الشيطان، والجماعه ديل شغلهم ده كله شغل شيطان، وهم اولياء لكن اولياء للشيطان كما ذكر القران
يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وكما قال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حاجتين بس الله داير منكم كلكم تعبد الله براو، ما في شيخ طريقة مع الله ولا في فكي مع الله ولا تعلق لك حجاب اللي هي بيسموها في الشريعة التميمة، لأنه تعليق الحجاب والتميمة شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. قال اللي بعلق له تميمة يعني حجاب قال ده مشرك عديل، لأنه الحجاب ده لا بينفعك ولا بيضرك. يا أخي لو كان بينفعك ما كان الفقيه أداك له وقال لك مش جلده، جلده بالجلد بتاع التيس. ليه تجلده؟ قال لك عشان الحجاب الموية ما تجي فيه ويقوم يتهرد ويتشرق، يعني الحجاب ما بيحفظ نفسه إلا يعمل له جلد تيس. الحجاب محتاج للتيس، أنت تلبسه كيف؟ كيف تلبسه؟ وكيف تقول يحفظك يا أخي؟ ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ. ربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ربنا سبحانه وتعالى قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما في حجاب يحفظ ولا في تميمة بتحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى بتاعت الفكة دي شرك، تحت البخرات والمحايات عرفت كيف؟ يموص لك محايه يقول لك اشربها. النجوم اللي فيها والارغام ده شرك بالله، لانه ده شغل بتاع شياطين. والتوله ده عرق المحبه اللي بيعملوه مشايخ الطرق للنساوين، يقول لها اعمل لك حجاب عرق بتاع محبه عشان راجلك ده ما يدبل فيك يخشها. الرسول قال ده شرك، قال ده شرك اللي بيعملوه مشايخ الطرق ده، هم اللي بيعملوا ما غيرهم شرك بالله. والرقى والتمائم والتولة كلها الثلاثة دي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شرك. فالزول لو عبد الله وما أشرك به قال حقق علي الله، مع أنه ما بزول عنده حق علي الله، لكن ربنا تفضل علينا وامتن علينا لأنه أرحم الراحمين بحق عليه. إنك لو عبدته ووحدته وما أشركت به قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.